والحقيقه انه اشاره مهمه جدا لاقتلاع جذور الارهاب اداها الرئيس امبارح في زيارته للكاتدرائيه وهو يحتفل للمره الثالثه مع الاقباط بعيد الميلاد. دايما الرئيس بيحب يجي في هذا العيد، والحقيقه انه المشهد كان رائع، يعني ناس كتيره يعني من اعداء هذا الوطن كانوا معولين على فكره أن حادث البطرسية قد يعني قضى على العلاقة بين السيسي والأقباط. والحقيقة أن الزيارة دي، عشان كده ناس كتير كانت مستنية الزيارة دي، مش مستنيين زيارة الرئيس، هم مستنيين رد فعل الناس اللي في القداس على الرئيس والحقيقة على هذه الزيارة. والحقيقة أنه دي مشاعر ما تقدرش أن أنت تعلمها لحد، ما تقدرش أن أنت يعني تجبر حد بيها. لو هم مش مبسوطين، لو هم مش سعداء، لو الناس اللي موجودين جوه القداس دول ما كانوش سعداء، لا كنتوا سمعتوا الزغاريت ولا كنا، واحنا في عز الاحزان على فكره، يعني كان المشهد فيه تناقض عالي جدا، بس التناقض ده كان بيؤكد استمرار الحياه، استمرار حاله الفرح، استمرار الاحتفال بالعيد والسعاده الفائقه بزياره السيد الرئيس بالذات بعد حادث البطرسيه. شوفوا المشهد وهو داخل والناس كلها بتسلم عليه وبتمد ايدها، وهو راح طبعا يعني صعبان عليا الرجل الامن المرافق ليه، لكن الحقيقه ان هو تقدم ومشاهد كتيره كان بيحاول ان هو يسلم على الناس. طبعا اترفعت الموبايلات كلها، الناس كلها عايزه تصور الرئيس وهو داخل القداس، وابتدى ناس كتيره عايزه تمد ايديها وتسلم عليه، وهو راح سلم عليهم وتصور معاهم سيلفيز، واتصوروا زي ما انتم شايفين اهو بيسلم على تقريبا كل الناس. طبعا انا عارفه ان انتم كلكم شفتوا هذا المشهد بالامس، لكن يعني بنحب نذيعه مره اخرى علشان نعلق عليه. الولاد الصغيرين يعني هو بيسلم على الناس كلها، واظن ان زياره الكاتدرائيه بتبقى من اجمل واسعد اللحظات للرئيس السيسي، لانه شعب الكنيسه كله بيحبه، ده حقيقي، يعني دي مشاعر بتحس بيها في وهم بيسقفوا، وهم اول ما شافوا صورته على السكرينز او الشاشات اللي موجوده جوه الاحتفال جوه القداس جوه الكاتدرائيه، الناس طبعا على طول هللت، سمعنا صوتهم وهم بيهللوا، ودي مشاعر صادقه جدا، رساله مهمه لكل من اراد ان يفصم هذه العلاقه بين السيسي وبين اقباط مصر. هذه العلاقه هي علاقه لا تنفصم، لأن الرجل يعبر عن مشاعر الدولة المصرية وما يجب أن تكون عليه الدولة المصرية. النهاردة بالأمس الرئيس السيسي إدى مجموعة من الرسائل المهمة جدا. الرسالة الأولى لما جه ولما قال إنه هو يعني وجودنا هنا ده وجودنا وسط أهلنا، إحنا شعب واحد، ودي رسالة بيكررها كتير جدا. الرسالة الثانية طبعا هي بناء المسجد والكنيسة، وما قال أنه سيكون أكبر مسجد وأكبر كنيسة في العاصمة الإدارية، ثم التبرع ببناء المسجد من أمواله الخاصة بمئة ألف جنيه، 50 لهذا أو جزء للمسجد وجزء للكنيسة، وده كان في شيك واحد زي ما فهمنا، فيعني حتى المسجد والكنيسة كانوا في يعني شيك واحد للاثنين. ولما قال ان انا هنا موجود في بيت من بيوت الله، ضاحضا كل الرؤى المتطرفة ان الكنيسة ليست بيت من بيوت الله، فهو يقول كمسلم ورجل متدين، ورئيس السيسي رجل متدين، انني هنا في الكنيسة في بيت من بيوت الله، وان المسجد ده الكنيسة دي زي الجامع بالنسبة لنا، هي بيت من بيوت الله، ودعا لمصر كلها من جوه بيت الله.